قالوا لي بتحب مصر، قلت مش عارف. هي القصيدة كان سببها انه في اثناء غزو العراق قامت مظاهرات في مناطق عدة من العالم العربي ومنها في القاهرة، وهدد بقائي في القاهرة. بعدها اضطررت لمغادرة البلاد، وبعد فترة يعني سمح لي بالعودة. ووالدي كان أيضا رحل من القاهرة في عام مولدي لأسباب سياسية أيضا متعلقة بمبادرة السلام المصرية الإسرائيلية في حينها. وكانت فلسطين هي دائما ذلك الوطن البعيد الفكرة، لم أكن عشت فيها إلى ذلك الحين. ومصر كانت الوطن المفروغ منه، ذلك الوطن الذي يمكن أن تمله، أن تغضب عليه، ولكنه إذا أخذ منك فإنك تجزع جزعا عظيما. وهذه القصيدة كتبت هنا في عمان. قالوا لي بتحب مصر، قلت مش عارف. المعنى كعبة، وانا بوفد الحروف طايف، والف مغزى الاصايد في الايدين لافف. قالوا لي بتحب مصر، قلت مش عارف. انا لما اشوف مصر على الصفحة بكون خايف. ما يجيش في بالي هرم، ما يجيش في بالي نيل، ما يجيش في بالي غيطان خضرة وشمس اصيل، ولا جزوع فلاحين لو يعدلوها تميل، حكم الليالي ياخدهم في الحصاد محاصيل، يلبسوهم فرعنا ساعة التمثيل وساعة الجد في صخرة واسماعيل. ما يجيش في بالي عرابي ونظرته في الخيل، وسعد باشا وفريد وبقية التماثيل، ولا ام كلثوم في خمسانها ولا المنديل، الصبح في التاكسي صوتها مبوظوا التسجيل. ما يجيش في بالي العبور وسفارة اسرائيل، ولا الحضارة اللي وجعت دماغنا جيل ورا جيل. قالوا لي بتحب مصر، اخدني صمت طويل، وجت في بالي ابتسامة وانتهت بعويل. قالوا لي بتحب مصر، قلت مش عارف، لكني عارف باني ابن رضوى عاشور، امي التي حملها ما ينحسب بشهور. قالوا لي بتحب مصر، قلت مش عارف، لكني عارف باني ابن رضوى عاشور، امي التي حملها ما ينحسب بشهور. تكتب فكار الامومة من الكتب 2000، طفلة تحمي الغزالة وتطعم العصفور، وتذنب الدهر لو يغلط بنظرة عين، وبنظرة أو طبطبة ترضى عليه فيدور. وأمي حافظة شوارع مصر بالسنتي، تقول لمصر يا حاجة ترد يا بنتي، تقول لها احكي لي فتقول ابدأي انتي. وأمي حافظة السير، أصل السير كرها، تكتب بحبر الليالي تقوم تنورها، وتقول يا حاجة، وتقول يا حجة إذا ما فرحتي وحزنتي وفين ما كنتي، أسجل ما أرى للناس، تفضل رسائل غرام للي يقدرها. أمي وأبويا التقوا والحر للحرة، شاعر من الضفة برغوتي واسمه مريد، قالوا لها ده أجنبي ما يجوزش بالمرة. قالت لهم يا عبيد اللي ملوكها عبيد، من إمتى كانت رام الله من بلاد برة؟ يا ناس يا أهل البلد، شرياه وشاريني، مين يعترض على المحبة لما ربي يريد؟ كان الجواب ان واحد سافر اسرائيل، وانا ابويا قالوا له يلا على الترحيل. دلوقتي جه دوري لاجل بلادي تنفيني، وتشيب امي في 20 و20، يا اهل مصر قولوا لي بس كم مرة هتعاقبوها على حب الفلسطين. قالوا لي بتحب مصر، قلت مش عارف. ريحه بخور في الغوريه، غوريه حي من احياء مصر الفاطميه القديمه، القاهره الفاطميه او مملوكيه، ريحه بخور في الغوريه وميه في الشارع، محل بيبيع عصير بانيل مؤيد شيخ،
سلطان مملوكي. صاحب محل وصبيه يهروا بعض صريخ، وفرقة بتقول موشح يا سقات الراح، مدنا عليها المؤدن بالعنا طالع، لكن أدانه يعدي من السما مرتاح. والمدنة في مسجد الحاكم بأمر الله، كأنها من زمانه واقفة تستناه. سرته غريبة الرجل ده يفهموها قليل، حاكم وقالها بصراحة أظن إني إله. جاب جوهر الحكم يا أخوانا وفهم معناه، ما كل حاكم بيقولها في سره لما ينام، بيقولها لمراته وابنه وحتى أمنه الخاص. لكني أشهد بإنه أشجع الحكام، زعها على الناس صراحة والأئمة معاه. يا أهل مصر أنا من اليوم إله وإمام. شجاع ومؤمن بنفسه، بس مسه الخوف، شافوه وإيده بترعش والعرق بيسيل، بصوا بمحبة وقالوا له طب يا عم خلاص، إله ونص عشان تبقى بتلت تنصاص، وأيدوه قصة تانية في دفتر القصاص. ما كل حاكم كده، بس العتب عالشوف. وباب زويلة بيحوي من الكلاب أصناف، وباب زويلة عليه يتعلقوا الأشراف، وناس عبيد ناس، وناس لؤلؤ بلا أصداف، بيوت أصايد وخنقاها بيوت الخلق. يا مصر ابنك في بطنك بس خنقاه خنق، وكل شاعر يطبطب له ويقول قرب، وراح صلاح وفؤاد والتونسي متغرب، لحد ما الحمل أصبح شغلة البطال، وكل شاعر عويل تلقيه في حملك قال يا مصر بطنك بتكذب ولا حملك حق، احنا تعبنا ومفيش اشعار عشان نكتب، ابنك يا ييجي يا تبقى الدنيا عايزه الحرق، قالولي بتحب مصر قلت مش عارف.